شكرا معلق لكابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 76-71. مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي الزمالك. الحقيقه دي المباراه الثانيه مهم جدا جدا كنا نفوز بيها لنتقدم في المجموعه 2-0. تتبقى خطوه وحيده للتاهل الى نهائي كاس السوبر طبعا للانتظار الفائز من سبورتنج والاتحاد السكندري. برحب بضيوفي للمره الثالثه. كابتن سلعاوي اهلا بحضرتك. اهلا بك كابتن هيثم. كابتن طاهر اهلا بحضرتك المره الثالثه. اهلا يا كابتن هيثم. كابتن سلعاوي، النهارده احنا حاطين تقريبا نفس السكور المباراه اللي فاتت 79، احنا المره دي 76، يعني تقريبا هجوميا احنا نفس الاداء، خاصه ان براندون حط نفس السكور كابتن طاهر 23 بونت المباراه اللي فاتت، 23 بونت هذه المباراه. ولكن نادي الزمالك سجل مباراه النهارده 71 نقطه بدلا من 60 نقطة المباراة اللي فاتت عشان يقلص الفرق بيننا وبينهم 5 نقاط. هذه المباراة رأيك كيف فنيا في الفترة الثالثة والرابعة والمباراة بشكل عام؟ لا أنا رأيي ما نقول مبروك للنادي الأهلي، طبعا فوز مستحق وكان لازم لابد منه لأن يريحك نفسيا ويريح اللعيبة وتقدر تلعب مباراة الجمعة بأعصاب أهدى شوية. وهارد لك نادي الزمالك. نادي الزمالك برضو عمل مباراة جيدة النهاردة أحسن من اللي فاتت. الشوط الأولاني والثاني أنا في رأيي كانوا أفضل بالنسبة لينا عن الثالث والرابع. نعم أتفق معاك يا كابتن. إحنا في الأول والثاني سجلنا 38 نقطة والثالث والرابع سجلنا نفس السكور 38 نقطة. في الوقت اللي في النادي الزمالك سجل في الأول والثاني 29 نقطة، في الثالث والرابع سجلوا 42 نقطة. أنا بتكلم على أي أساس؟ على أساس إن دفاعاتنا كانت قوية جدا في الأول والثاني. الثالث والرابع كان في فرص كتيرة جدا، 3 بوينت شوط كتير جدا. عايز اقول كمان ان براندو ما زال متالق وما زال مستمر في عطائه، ومش بس بيحط سكور، لا بيلعب الفرقه. صحيح. باص عينه، يعني انا احب جدا البلي ميكر اللي عنده قرايه للملعب، عينه شايفه الملعب، عنده سايد فيجن واسع فبيقدر يشوف كل اللعيبه، اللعيبه بتبقى تحت كنترولو، عنده ملكه السيطره على الملعب. يعني بتحس بيها كمان لما هو يسيطر ويمسك نص الملعب. إيهاب أمين برضو لسه مش إيهاب أمين، وعمرو الجندي، عمر طارق مستنين منه أكتر، مش عشان البطولة دي. يعني إن شاء الله إحنا يوم الجمعة نحسم البطولة دي، إحنا بنبص للبال. أشكرك يا كابتن سلعاوي. كابتن طاهر، يعني أكيد عند حضرتك ما تقوله فنيا على الفترة الأولى، على الفترة الثالثة والرابعة والمباراة بشكل عام. هو عموما في بريشر جامد على فرقه الاهلي، وقلنا دي ضريبه النجاح وضريبه ان انت تشارك في كذا بطوله، ودي راجل تمثل مصر انديه في بطوله افريقيا وبطوله عربيه وبطوله، فبالتالي الضغط ده ممكن يسبب زائد الاصابات، فهو سبب المشكلة اللي عندنا دي. يعني اللعيبة ساعات بتلاقيها مش قادرة تدي من الإرهاق والتعب، رغم ان في روتيشن وغالبا ان ال 12 لعبوا، بس عموما النهاردة الحمد لله ان انت كسبت. في يعني ايه، هتلاقي واحد زي عمر طارق اللي كان بيجيب لك مش اقل من 15 نقطة 17 نقطة، النهاردة جايب اعتقد يا باسكت يا 2 باسكت. عمر طارق حاطط 3 بونت تقريبا، باسكت وشوت تقريبا فول شوت ولعب 18 دقيقة، ومنهم واحد دنك واتخبط في رجله زائد الإصابة إن شاء الله. لا لو كمل بعديها الحمد لله. لا أنا بتكلم على سيف إيده لسه ما نعرفش عنه حاجة، لأنه واضح إنه غادر الملعب لأنه ما كانش على خمسين 65 يتصابوا، وحتى لو هو اتصاب ورجع، بس في فترة أنت كنت بتحمل على مصطفى كيجو كسنتر كخمساية، بيستنفذ فاولات بيستنفذ جهد، كل المشاكل دي حصلت ومع ذلك انت كسبت 76-71 ووصلت لفترات كتيره. يعني هو الزمالك تقريبا ما طلعش عليك خالص. نعم ما طلعش عليك خالص، يعني والفرق كان في اوقات كتيره ما بين 11 بونت و 8 بونت 9 بونت. نعم. طيب كابتن استاذنكم، في بعض الارقام اللي هتوضح ان احنا كنا في الثالث والرابع يعني اقل اداء كتير من اول وثاني زي ما قلت لحضرتك. خلينا نقول طبعا هدافي النادي الاهلي النهارده على راسهم براندون اللاعب الامريكي المحترف في صفوف النادي الاهلي برصيد 23 نقطه،
فيلد جول 46%، ودي نسبه عاليه جدا برضو، زال على ارقامه في الكوارتر الثالث والرابع. 3 بوينت نسبته 44%، الافضل في المباراه. الفري ثرو شوت 8 جله واحده فقط، فاذا نسبته 87%، عامل 5 اسيست، افضل ارقام في النادي الاهلي النهارده. ثاني افضل المسجلين ايهاب امين، يعني احنا بنقول ايهاب امين عنده احسن من كده، والراجل حاطط 17 نقطه، فايهاب يظل دائما ابدا ربنا يحفظه هو اهم مفاتيح النادي الاهلي. سجل 17 نقطه في 26 دقيقه بس، براندو لعب 33 دقيقه اولموست. ايهاب امين حط 46% الفيلد جول، ودي رقم عالي زيه زي براندون. براندون 46 فيلد جول، ايهاب امين فيلد جول 46%. 3 بوينت لايهاب امين 42%. ارقام ايهاب امين وارقام براندون تقريبا زي بعض، قريبه زي بعض بالملي، يعني تولرانس خفيف جدا. 3 بوينت يعني مثلا فور اكزامبل مقارنه، ال 3 بوينت ايهاب امين نسبته 42%، براندون 44%. الفري ثرو بتاعت ايهاب امين 100% نسبته، جاب 2 خد 2 جاب 2، عامل 3 اسيست، جايب 2 ريباوند. دي افضل احصائيات الحقيقه لافضل 2 لعيبه، ويظل الكينج الحقيقه كيجو مصطفى كيجو يصنع الفارق دائما ابدا ب 18 ريباوند من اصل 40 ريباوند حصلت عليه 50% الفرقه، 50% من ريباوند الفرقه. الارقام دي رقم مرعب الحقيقه، اول مره اشوف كيجو في الوقت كمان، مش بس 18 ريباوند يا كيجو، ده انت جايب النهارده 12 نقطه كثالث افضل هداف في فريق النادي الاهلي النهارده بارقام واحصائيات عاليه. فيلد جول 44% لمصطفى كيجو، ودي واحده من الافضل بيتهيألي من ساعه ما جه النادي الاهلي ان يبقى عنده الفيلد جول ده، او نسبه التهديف 44%، عنده نسبه التو بوينتس 50%، الفري ثرو النهارده نسبته 50%، شوت 8 جاب 4. على فكره مصطفى كيجو في الفاول شوت مش يعني مش عاليه قوي، ولكن هو دايما بيلعب في ال 50 في ال 60 في ال 70% الاحصائيات. طب نروح على نادي الزمالك. مهاب ياسر النهارده يا كابتن سرعاوي يا كابتن طاهر بيقدم اوراق اعتماده من جديد، ان هو عاد بعد الاصابه بعد الصليبي والغضروف. مهاب ياسر اللي ما يعرفوش او ما يفتكروش، مهاب ياسر كان وصل بقى الجارد الاول في مصر الحقيقه، او الثاني في مصر بعد في الناشئين وفي الدرجه الاولى، كان في الام بي اكاديمي، ولكن الاصابه عطلته. النهارده مهاب ياسر في نادي الزمالك عمل مباراه كبيره في 26 دقيقه، حط 16 بونت بارقام عاليه برضو، فيلد جول 75%. مهاب ياسر النهارده هو افضل لاعبي نادي الزمالك، ياتي وراءه مباشره علي عمر. الحقيقه الولد ده انا يعني معجب بطريقه لعبه بصراحه. علي عمر 20 دقيقه فقط يا كابتن السرعاوي، لعيب مهيل، لعيب هايل بجد، ولعيب غلطاته قليله، اللعيب بيقيم بغلطاته. لعب 20 دقيقه حط 12 نقطه علي عمر، فيلد جول 41%، 3 بوينت نسبته 50%، الفري ثرو نسبته 100%، جايب 4 ريباوند، عامل 1 اسيست، عامل تيرن اوفر 2. لا لعيب كويس علي عمر، انا متابعه من زمان، اللعيب ده كويس، والحقيقه من اهم اللعيبه اللي في نادي الزمالك. الباقيين الحقيقه بمحترف نادي الزمالك، نجح الدفاعات النادي الاهلي ان هي تحد من خطورتهم على راسهم، دي ماركو اللي نجح دفاعات النادي الاهلي في ان هو يسجل 8 نقاط في الشوط الاول والثاني فقط. الثالث والرابع لم يسجل نقطه واحده. دي ماركو لعب 21 دقيقه دفع بيه كابتن وائل بدر، واضح ان كابتن وائل بدر مش مقتنع بيه. انا في رايي ان هو نقطه ضعف كان في المباريتين، ولكن التحول كتحليل احنا كده كان جايب حاجه 40 بونت اول لما جه 48. خليني اقول لحضراتكم ان الفيلد جول بتاع النادي الاهلي او نسبه التهديف في النادي الاهلي كانت في الشوط الاول في الكوارتر الاول والثاني 50%، في المباراه كلها بقينا 35%، فمعنى كده ان الكوارتر التالت والرابع انت نزلت جامد. ايوه بقى تحليلنا صح. اللي احنا التالت والرابع احنا بعيد خالص عن نسبنا 3 بونت، احنا نسبتنا 33%، شايطين 30 3 بونت 30 في وقت النادي الزمالك شاط 24 شاط 23، احنا 3 بونت احنا نسبتها 33%، نسبه جيده مش وحشه، ونادي الزمالك نسبته 34%، نسب قريبه، ولكن الريباوند هو اللي قليل قوي. النهارده احنا جايبين 40 ريباوند، نادي الزمالك جايب 45 ريباوند، نادي الزمالك تفوق علينا في الريباوند يا كابتن سلام. دي مفاجاه ليا يا كابتن طه. طبعا كابتن والسبب معروف ايه؟ ان في عندك اتنين اتصابوا من الخمسه، بس لا عمر كمل، عمر رجع. عمر رجع بس في الفتره دي تفرق في اتنين ريباوند. لا هي اللي يفرق في الكلام الريباوند ده، النهارده اعتقد ان عمرو الجندي وايهاب امين ما عملوا والبوينت جارد ما دخلوش ساعدوا الطوال في رمي الريباوند. طب كابتن سلعاوي معلش لازم اقطع حضرتك عذرا ونروح لارض الملعب وزميل هاني ابو القاسم ولقاء مع المدرب العام الكابتن احمد الجرحي، وريت هاني تطمنينا على سيف في حوارك.
ولقائك مع الكابتن احمد الجارحي. اتفضلي يا هلا. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الف مليون مبروك، يعني خلاص رجال كره السله على بعد خطوه واحده من التاهل لفاينل دوري السوبر ان شاء الله. وزي ما حضرتك قلت معي في هذه اللحظات كابتن احمد الجرحي المدرب العام، بداية طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك الفوز في مباراه النهارده. لكن حقيقه قبل ما نتكلم على المباراه بالتاكيد عايزين حضرتك تطمنا على كابتن سيف سمير، شفناه بيتالم بشكل كبير وخرج اكيد الاصابه، فبالتاكيد طمنا عليه. يعني الاول الله يبارك فيك على التهنئه. الحمد لله يا سيف، الحمد لله مفيش كسر في الصباع، هو بس الجرح يعني عالجوه في المستشفى، والحمد لله ان شاء الله يبقى معانا ان شاء الله بكره، مفيش مشكله باذن الله. ويعني احنا عرفنا واحنا في الماتش ان هو الحمد لله سليم كويس، بس هي كانت خبطه عملت يعني خلع شويه في العقله وتردد، الدكتور ردها له على طول، بس كان عمل الجرح كمان فاضطر ان هو يروح المستشفى، فالحمد لله يعني. الحمد لله كلنا كنا قلقانين عليه الحقيقه. عايزين بقى نتكلم على المباراه مره تانية، اكيد مباراه كان فيها نديه بشكل كبير، لانه في النهايه اكيد مباريات النادي الاهلي لازم الفريق يكون مركز من اول دقيقه لاخر دقيقه، فعايزين نتكلم على المباراه. لكن اكيد في النهايه الحمد لله رجال النادي الاهلي قدروا يسيطروا عليها. يعني طبعا الحمد لله على المكسب دلوقتي 2-0 في البيست اوف 5، برضه بنعتبر ان احنا ما عملناش اي حاجه، لان اي سيريس من خمسه ممكن تقلب في اي وقت، لو احنا لو في دلع لو في رعونه، فبنفس التركيز ان شاء الله. قلنا للولاد قبل الماتش يعني بعد الماتش الاولاني ان دايما الفرقه اللي بتخسر بتحضر احسن من الفرقه اللي بتكسب، لان هي بتبقى دايما عايزه تعوض وعندها ان هي مش عايزه فرصها تقل، ودايما عندهم اخطاء اكيد اكتر عشان خسروا، فدايما بيحاولوا يعالجوا الاخطاء بتاعتهم. بس انا الحمد لله اشتغلنا برضو عالجنا اخطائنا، ما فرحناش بالفوز، يعني فرحنا وقت الفوز، بس اتعاملنا ان احنا لازم نعالج اخطائنا ونركز على نقط القوه اللي عندنا، اكننا لسه ده جيم 1، وان شاء الله الجيم اللي جاي هيبقى بنفس الشكل باذن الله، هنبقى مركزين. بدايه الماتش الزمالك كان بيقدم مستوى كويس، واحنا الحمد لله برضو قدمنا مستوى معقول في الاول، بس مع مرور الكورت الاولاني والتاني الفرقه بدات تلعب بشكل احسن، بقى في قتال اكتر، بقى في الريباوند تحسن كان وحش في الاول. الحمد لله يعني على المكسب، وكان مكسب مهم جدا. اكيد بشكر حضرتك والف مبروك، ان شاء الله نحسمها يوم الجمعه يا رب ان شاء الله، دعواكم كده ومعانا باذن الله ان شاء الله. ولسه مستمرين مع لقاءاتنا ومعي في هذه اللحظات الحقيقه النجم الصاعد بقوه كابتن كريم الجزاوي. في البدايه طبعا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك الحقيقه ان انت اثبتت وجودك بشكل كبير جدا في الفريق الاول، بنشوفك بتشارك في كل البطولات تقريبا، بس في البدايه اكيد عايزك تكلمني عن مباراه النهارده. والله طبعا الحمد لله، بحيث اتكلم عن مباراه النهارده، مكسب مهم جدا قدام فرقه كبيره طبعا زي نادي الزمالك. الحمد لله يعتبر تاني ماتش لينا في البست، الماتش الجاي المفروض اخر خطوه لينا ان شاء الله، نخلص بدري ونكسب ان شاء الله. عايزين نعرف تستعدوا ازاي لمباراه يوم الجمعه، لان زي ما انت قلت الهدف بتاعكم ان انتوا تحسموها بدون ما تضطروا تلعبوا لمزيد من المباريات. ان احنا طبعا نركز على اخطاء ماتش النهارده، طبعا زي ما كابتن احمد الجرحي قال، طبعا زي دايما الفرقه خسرانه بتحضر للماتش احسن من الفرقه الكسبانه، ده يعني على طول. فان شاء الله الماتش الجاي نعتبره كاول ماتش لينا في السيريس، وناخده بجديه اكتر، وناخده ان هو اخر يعني اخر ستيب لينا في السيريس، ونقدر نستعد بقوه للفاينلز في رواندا ان شاء الله. يعني اكيد دور الجماهير بيكون ليها دور كبير جدا وحافز ليكوا، اكيد انتوا بتتمنوا ان المدرجات تكون مليئه اكتر بالجماهير، فتحب تقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ والله طبعا الاول احب طبعا اشكر كل الناس اللي بتيجي لنا من القاهره ومن كل المحافظات، طبعا بيبقوا هم طبعا الدافع الاول والاخير لينا في الماتش قبل اي حاجه. طبعا وجود الجمهور كل ما بيزيد كل ما بيبقى دافع اكبر لينا، وان احنا بنبقى عايزين نكسب عشان نفرحهم طبعا اكتر. بشكر حضرتك جدا والف مبروك مره ثانيه. شكرا. ولسه مستمرين مع النجوم الفريق الاول لكره السله بعد الفوز على نادي الزمالك في تاني مباريات البيست اوف 5، ومعي بقى في هذه اللحظات كابتن مصطفى كيجو. في البدايه طبعا الف مبروك الفوز في المباراه النهارده، عايزين تكلمنا على مجريات المباراه، قدرتوا تسيطروا عليها بشكل كبير. الله يبارك فيك. طبعا ده ماتش هيبقى صعب، كنتش قاعد معانا قد الماتش الاولاني، يعني انا في البلاي اوفس بالذات توقعوا ماتش ثاني هيبقى اجمد بكتير، هم دايما فريق بيجي من هزيمه بيبقى مركز اكتر، عايز يكسب، عايز يعدي النتيجه 1-1، عشان ماتشات بلاي اوفس من خمس جيمات، فلما يبقى 1-1 الموضوع يبقى عنده فرصه ثانيه.
فقعد معانا تاني يوم ماتش قالنا الاخطاء بتاعت الماتش الاولاني، وكان متوقع الماتش الزمالك يبقى يعني عايز يكسب الماتش ومركز طول الجيم، بس الحمد لله قدرنا ننفذ تعليماته، حتى لما خدوا الليد شويه في اول كوارتر علينا قعد معانا بين الكوارترين، والحمد لله قدرنا ننفذ تعليماته ونعدي الماتش. اكيد الماتش القادم هيكون اقوى واقوى، لانه خلاص انتوا على بعد خطوه واحده، فاكيد الزمالك هيكون بيحاول يقاتل اكتر من اجل ان هو يلاقي فرصه. هتستعدوا زي المباراه القادمه؟ بالظبط زي ما انت قلتي، الماتش الثالث دايما هو ما عندوش فرصه ثانيه، يعني لو خسر الماتش الثالث خلاص هو خرج بره، هيبقى يقاتلوا اكتر، هيبقى مركزين اكتر، ودايما الفرقه اللي بيبقى عندها فرصه ثانيه زينا انت كسبان ماتشين عندك فرصه تعوض بيبقى عندها التركيز اقل شويه، بس طبعا ما كنتش بشتغل على الموضوع ده كتير. من وجهه نظري احنا لازم نركز الماتش الجاي نعديه عشان نقدر يبقى عندنا تايم للبي ال فاينلز، ناخد 10 ايام نريح نقدر نستعد. احنا لعبنا على طول البي ال، بعد كده خدنا لعبنا الكاس، بعد كده الدوري، ما فيش وقت بين الماتشات، فان شاء الله يعني نقدر نحقق الماتش الجاي الثالث ونرجع باذن الله. بشكر حضرتك جدا والف مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك، شكرا. يعني طبعا دي كانت لقاءاتي مع نجوم الفريق الاول للكره السله بعد فوزهم على الزمالك، وزي ما قلت يا كابتن هيثم خلاص احنا على بعد خطوه واحده من التاهل لفاينل دوري السوبر ان شاء الله. اكيد عندنا ثقه كبيره جدا في رجال النادي الاهلي، والان العوده ليك مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم، بشكرك شكرا جزيلا، والحمد لله اطمننا على سيف سمير من الكابتن احمد الجرح المدرب العام، وهو عباره عن جرح بسيط وخلعي بسيط في الصباع، يعني هو رده له، ولكن الجرح واتخيط تقريبا او اتعالج في المستشفى، وان شاء الله يكون جاهز في يومين ثلاثه، او هو بيقول كمان ممكن يكون جاهز معانا بكره. الف سلامه عليك يا سيف، والحمد لله اطمننا عليك واطمنا على عمر، وده اللي يهمنا سلامه اللاعبين. في النهايه طبعا بشكر ضيوفي اللي نوروني النهارده والحقيقه استمتعت بيهم، كابتن محمد السلعاوي بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن هيثم، الحمد لله على المكسب، وان شاء الله نصلنا خطوه وباذن الله تكون بسيطه ان شاء الله. كابتن طاهر رجب بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. الله يخليك يا كابتن هيثم، واحنا بنشكرك وبنشكر القناه وبنشكر القائمين على القناه على تغطيتهم الجميله دي. نورتنا يا كابتن وشرفتنا، واكيد بنشكر الساده المشاهدين على حسن المتابعه، وان شاء الله يتبقى المباراه الثالثه ان شاء الله بعد بكره الجمعه، انتظرونا هنغطيها لحضراتكم، وكل الشكر والتقدير لطاقم قناة النادي الأهلي اللي بينقل المباراة من أرض الملعب، بنحاول قدر استطاعتنا نكون مع جمنا في كل مكان. بشكر حضراتكم للمرة الثانية، وإلى لقاء آخر يوم الجمعة بإذن الله في المباراة الثالثة في الأهلي والزمالك.